يقول ربنا تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الطبعة الرابعة لمسابقة الماهر التي تنظمها كل عام جمعية الإرشاد والإصلاح، وفي مكتبها ببطنة كرم الحافظون لكتاب الله بعد تفوقهم في هذه المسابقة. الحمد لله الذي وفقنا لحفظ كتابه ومراجعته. نشكر الشيخ عبد الله بن عمومة الذي كان سندا لنا في حفظنا هذا الكتاب الله. الحمد لله بعد مثابرة وجهد لمدة عام وفقنا ربي أنه نحصل على المرتبة الأولى في مسابقة الماهر جمعية الإرشاد الإصلاح مكتب ولاية باتنا. باسمي وباسم الطلبة الفلسطينيين في باتنا أبارك وأهنئ إخواننا الفائزين في مسابقة حفظ القرآن وتجويده، ونشكر نشكر جمعية الإرشاد والإصلاح على دعوتها لنا. الطبعة عرفت كالطبعات السابقة تنافسا شديدا بين المشاركين ليتوج في الأخير من يستحق التتويج. هذه المسابقة التي توجت بالنجاح في الطبعات السابقة من خلال سواء جودة المشاركين أو جودة الناجحين، ارتأينا أن نقيم الطبعة الرابعة لمسابقة الماهر في حفظ وترتيل القرآن الكريم. الحمد لله مستوى كالسنوات السابقة تميزت هذه الطبعة بقوة التنافس بين المشاركين. هذه المسابقات تدفع بحفظة القرآن للتنافس أكثر في حفظه كاملا وترتيله.